بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة الفيديو خاص بطلبة إعدادي، طبعا الصف الثالث الإعدادي، هيمتحنوا بكرة. نتمنى لهم النجاح والتوفيق. الفيديو النهاردة خاص بطلاب الأزهري والطلاب العربي النظامين، لأن نظام الامتحان واحد. الناس بتسألني بتقول لي يا ميسا، وإحنا هنمتحن الأزهري هنمتحن زي العربي نفس الاختيار ما بين الأقواس، أو نفس النظام نفس النموذج الاسترشادي ده اللي هنحله سوا مع بعض؟ هي اللي ان شاء الله هيمتحنوا سواء الازهري او العربي. طبعا بالنسبة للامتحان، الامتحان هيبقى ورقة واحدة، وش وظهره في نفس الورقة، ونظام الامتحان اختر الاجابة مما بين القوسين. يا ريت بس عشان اي حاجة اعملها توصل لكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اي مراجعات او اي حاجة خاصة بخصوص الامتحانات او القرارات الخاصة بالشهادات، او سواء النقل او الشهادات او التعليم عامة توصل لكم. دلوقتي احنا هنحل النماذج دي مع بعض. انا هحل بالنسبة لمادتي بس، اللي هي مادة الدراسات الاجتماعية، وبقيت المواد التانية هوريها لكم ازاي هي موجودة وازاي هنمتحنها وشكل الامتحان. النموذج انا بحله ليه؟ لان مهم، وفي امتحانات النقل جت اسئلة من النماذج، فاحنا برضو نهتم بيها ونشوف نظام الاسئلة اللي هتيجي ان شاء الله. اول حاجة عندي اللغة العربية. اللغة العربية في هنا هيبقى 10 أسئلة، سؤالين قراءة وسؤالين قصة وسؤالين نصوص و4 أسئلة نحو. مثلا هنا القراءة من موضوع طريق النور، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. استعان برايل بفكرة أحد نقط في استخدام نقط أو علامات بدلا من الحروف، العلماء ولا الضباط ولا الزملاء. محاولات برايل المستمرة بالنسبة لك كطالب تفيد باليأس ولا الخمول ولا الإصرار. طبعا أنا مادتي الدراسات الاجتماعية، فأنا هوريكم هنا الامتحانات نظامها إيه وشكلها إيه، وهنحل مع بعض الثلاث نماذج الدراسات الاجتماعية، ماشي؟ وهي خاصة بالأزهري وخاصة كمان بالطلاب العربي. بعد كده زي ما شايفين النحو 4 أسئلة، برضو اختار ما بين الأقواس، بنختار من 3 نقط. اللغة الإنجليزية برضو شوز ذا كوريكت، في 6 أسئلة، تمام، وبرضو اختيار، بس اختيار من 4 نقط. بعد كده عندي الدراسات الاجتماعية، نحل النموذج الأولين الدراسات الاجتماعية لأنها المادة بتاعتي. اختار الإجابة الصحيحة من القوسين. تفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا، جبال الأورال ولا الهيمالايا ولا الإنديز ولا روكي، جبال الأورال. رقم 2، إقليم مناخي تنمو به أشجار الزيتون ويظهر في سواحل دول المغرب العربي، البحر المتوسط ولا المداري الحار ولا الاستوائي ولا التندرة، إقليم البحر المتوسط. رقم 3، اتجه محمد علي إلى تجنيدهم لأنهم أثبتوا كفاءتهم في التدريب وميادين القتال الخارجية، الألبان ولا المصريين ولا السودانيين ولا المماليك، المصريين. وجه عدة حملات إلى الأقاليم الاستوائية لمنع تجارة الرقيق، سعيد ولا إسماعيل ولا توفيق ولا عباس حلمي، إسماعيل. كانت مقالته تحس على الوحدة الوطنية والإخلاص لمصر، وأسس جريدة اللواء، محمد فريد، سعد زغلول، مصطفى كامل، أحمد عرابي، مصطفى كامل. هنا أنا لاحظت إن الأول امتحان هو بحله إن في 5 أسئلة، سؤالين جغرافيا و3 أسئلة تاريخ، وإن هنا بيسأل عن الشخصيات، يعني هنا في سؤالين شخصيات أهو، مثلا شخصية إسماعيل وشخصية مصطفى كامل، فنخلي بالنا من الشخصيات اللي هو سؤال إلى من تنسب العبارات الآتية، لكن هو جابها لك على شكل أو الأعمال الآتية جابها لك على شكل اختيارات، والاختيار هنا ما بين 4 نقط، ما بين 4 نقط، فنخلي بالنا لان النقطة اللي بتضيع عليها 8 درجات، الامتحان عليه 40 درجة. بعد كده عندي العلوم 6 أسئلة، اختر الإجابة الصحيحة. مثلا هنا تظهر خيوط المنزل في الطور أثناء انقسام الخلية، التمهيدي ولا الاستوائي ولا الانفصالي ولا النهائي. هنا رقم 3، من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة، المسافة ولا الزمن ولا الكتلة ولا الإزاحة. هنا برضو سؤال، العدسة المحدبة التي قطر تكورها 20 سنتي يكون بعدها البؤري 20 سنتي ولا 15 سنتي ولا 10 سنتي ولا 5 سنتي. بعد كده عندي الرياضيات، الرياضيات 8 أسئلة شاملة جبر وهندسة، اختر برضو الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة، والاختيار هنا من 4 نقط، بتختار النقطة من 4 نقط. بعد كده عندي نموذج الاسترشادي الثاني، اول حاجه اللغه العربيه، هنا القراءه من موضوع سميره موسى، برضو 10 أسئلة، سؤالين زي ما قلنا، سؤالين في القراءه وسؤالين في القصه وسؤالين في النصوص و4 أسئلة في النحو.
بعد كده عندي اللغة الإنجليزية choose the correct answer. هتختار من A ولا B ولا C ولا or D. بعد كده عندي الدراسات الاجتماعية نحلها سوا مع بعض، 5 أسئلة. هنختار نقطة من 4 نقط. أعلى معدل مواليد بالعالم يوجد في قارة أفريقيا ولا آسيا ولا أوروبا ولا أستراليا؟ أفريقيا. رقم 2، معظم أنهار أمريكا الجنوبية تتجه شرقا وتصب في المحيط الهادي ولا القطبي ولا الهندي ولا الأطلنطي؟ طبعا أمريكا الجنوبية من جهة الشرق بتطل على المحيط الأطلنطي، يبقى أكيد كل السهول اللي عليها أنهار، أنهارها هنا بتصب على إيه؟ المحيط الأطلنطي. بعد كده رقم 3، انتهى نفوذهم في عهد محمد علي كهيئة حاكمة المصريين ولا المماليك ولا الأتراك ولا الأجانب؟ الأجانب ما كانوش حكموا أساسا، كانوا بيحاولوا زي حملة فريزر وفشلوا، فلكن هنا هنقول إيه؟ المماليك، هم لأنهم كانوا بيحكموا الأقاليم، يبقى المماليك. 4، من أسباب الثورة العرابية كان استبداد وزارة النبار ولا شريف ولا رياض ولا البارودي؟ هنا من أسباب الثورة العرابية استبداد رياض باشا. 5، بريطانيا، قامت بريطانيا بنفي زعماء الثورة العربية لجزيرة مالطا ولا سيشل ولا سيلان ولا كريت؟ جزيرة سيلان بالهند. بعد كده عندي العلوم برضه، هو 6 أسئلة. هنا اختار الإجابة الصحيحة، نقطة من هنختارها من 4. مثلا زي السرعة النسبة للجسم تساوي 0 عندما يكون المراقب متحركا في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه، ولا نفس الاتجاه ونفس سرعته، ولا عكس الاتجاه وبضعف سرعته؟ بعد كده هنا أصل المجموعة الشمسية طبعا لنظرية النجم العابر، السديم ولا الشمس ولا نجم آخر ولا الأرض؟ بعد كده رقم 6، يعالج قصر النظر باستخدام مرآة محدبة ولا مرآة مقعرة ولا عدسة محدبة ولا عدسة مقعرة؟ بعد كده الرياضيات، اختر برضو الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. هنختار نقطة من 4 نقط، وهنا جايب لي 8 أسئلة، نظام 1. نشوف النموذج الاسترشادي الثالث، اولا اللغة العربية، وهنا الزمن زي ما احنا شايفين الزمن 2، 10 أسئلة في اللغة العربية، 2 في القراءة. هنا جايب من موضوع مثلا قصة أثر، مرادف عهد ميثاق العصر والوفاء، تم تجديد الكنيسة مرة أخرى في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله ولا المأمون ولا الأمين؟ بعد كده عندي من قصة طموح جارية، نالت شجرة الدر حريتها حين اشتراها نجم الدين ولا تولت حكم مصر ولا رزقت بابنها خليل؟ بعد كده عندي النصوص من نص الكتاب في 5 و6، سؤالين يعني في النصوص برضو، اختار الضمير مثلا في كلمة يتحدث يعود على الصاحب ولا الكتاب ولا الشاعر؟ يطوي الأحاديث تعبير جميل، صور الأحاديث بصديق يفهم ولا زينه للقارئ ولا بشيء مادي يطوى؟ بعد كده عندي النحو، 10 أسئلة، 4 أسئلة، برضو اختار ما بين الأقواس، بلادكم مفعول به منصوب ولا مبتدأ مرفوع ولا فاعل مرفوع؟ وهو هنا جايب النحو بعد ما جايب جملة، يا مصابيح العلم بكم ترتقي بلادكم، أعملوا جاهدين حتى تنعم مصر، فنعم الطلاب العاملون. وبعد كده 7، 8، 9، و10، دي أسئلة اختار ما بين الأقواس، مثلا يا مصابيح العلم ما تحته خط هنا منادى نكرة مقصودة ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ بعد كده عندي اللغة الإنجليزية، 6 أسئلة، اختار ما بين الأقواس choose the correct. بعد كده عندي الدراسات الاجتماعية نحلها سوا، أعلى هضاب العالم هضبة الدكن ولا التبت ولا المزيتا ولا لابردور؟ هضبة التبت أعلى هضاب العالم. يرتفع معدل المواليد في الدول التي تعتمد على نشاط الصناعة ولا التكنولوجيا ولا التعدين ولا الزراعي؟ عند وصول الحملة الفرنسية للإسكندرية قاومها الأهالي بقيادة محمد كريم ولا عمر مكرم ولا أحمد باشا الجزار ولا خرشد؟ محمد كريم. أحد بنود امتياز قناة السويس حفر قناة المحمودية ولا الإبراهيمية ولا الإسماعيلية ولا النوبرية؟ هنا الإسماعيلية هي أحد شروط بنود امتياز قناة السويس. تم إلغاء الامتيازات الأجنبية بمصر وفقا لمؤتمر مونترو ولا الصلح ولا الأستانة ولا لندن؟ مونترو. بعد كده عندي العلوم برضو 6 أسئلة، اختار ما بين الأقواس، مثلا النقطة الأخيرة، النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العاكس للمرأة للمرآة الكرية تسمى البؤرة الأصلية ولا البؤرة التقديرية والقطب المرآة ولا مركز التكبر؟ رقم 5، مثلا هنا يراعي الطيارون السرعة للرياح أثناء طيرانهم، بيراعوا المتوسطة ولا المتجهة، النسبية ولا المنتظمة؟ هنا مثلا تتحرك السيارة عند الضغط على الفرامل وتوقفها عند الحركة، سرعة منتظمة، سرعة ابتدائية 0، عجلة منتظمة موجبة، عجلة منتظمة سالبة. شفنا العلوم 6 أسئلة، برضو اختار ما بين 4. بعد كده الرياضيات 8 أسئلة،
واخر حاجه الرياضيات والعلوم والدراسات في وش في الظهر، والرياضيات والعلوم والدراسات فوق في الظهر. وبعدين عندنا في الاول زي ما انتم شايفين بنمتحن اللغه العربيه والانجليزي في اول ورقه، يبقى في الوش الاولاني انجليزي وعربي، عربي الاول وانجليزي، وفي الوش الثاني دراسات وعلوم، وفي الاخر رياضيات. بكده نكون شفنا النماذج وحلينا الدراسات في النماذج وشفنا شكل الامتحان اللي هيجيلنا. في النهايه اتمنى لكم النجاح، واللي لسه ما اشتركش في القناه ويشترك ويفعل الجرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.